أحوال الطقس بالمختصر من الإخبارية الأولى في الجزائر غدا بحول الله خلال يوم الجمعة. الأجواء راح تكون مشمسة إلى قليلة السحب خلال الصباح على مجمل المناطق الشمالية للوطن. تتحول الوضعية الجوية تماما خلال الظهيرة خاصة على المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى، راح تعرف تساقط أمطار رعدية بحول الله. الولايات الجنوبية الأجواء دائما تبقى مشمسة إلى قليلة السحب مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. بخصوص درجات الحرارة القصوى المسجلة بالنسبة للمناطق الساحلية راح تتراوح ما بين 17 إلى 18 درجة، وبالنسبة للمناطق الداخلية راح تعرف تراجع محسوس راح تتراوح ما بين 12 إلى 19 درجة على كل من منطقة الأوراس الهضاب العليا وكذلك على مجمل المناطق الداخلية للوطن. الولايات الجنوبية أجواء حارة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري بعين قزام وبرج بجي مختار حوالي 41 درجة كأعلى مقياس، وعلى باقي الولايات الجنوبية راح تتراوح بحول الله ما بين 20 إلى 30 درجة. إذن كانت هذه أحوال الطقس بالمختصر، إلى موعد آخر بحول الله.